السلام عليكم جمهور نادور سيتي، كيوم ناول أرز فيز في فرنسا. اش مسلمات أزياء لباس تقليدي العصري المغربي، شاركت في عدة تظاهرات خارج الوطن داخل الوطن. مؤخرا شاركت في تظاهرة ينظمت السيد حناتي في نادور، ولقات نجاح على مستوى الجهوي ونجاح كان متميز. نعم استاذ، انا اول يعني من نوع الالبسه اللي تقب، يعني ما لباس عصري ما لباس تقليدي، مين تقب بالضبط؟ سنايم تقب لباس تقليدي، لباس العصري، لباس العصري خصوصا حيت انا كنقيم في فرنسا وعندي طلبات كثيره من الناس فرنسيات، نساء فرنسيات او نساء اجنبيات عربيات بستيلات مختلفين بالقفطان المغربي العصري. العصري يعني الهوايه، يعني المهنيه ما تبدي دادي فرنسا ملي غتبغي تقبر دي النضا وديال دي المغرب. البدايات ستيلي المغرب دي النضا خصوصا في لاج ديال 15 و رمت غادي لي تخيط في المغرب، ومن بعد السي فانيتا دي فرنسا كيخرجنا فورماسيون ستيليزم مغربي عامين صاف ديبلوم من السنيتا. نعم غام شن يعني شن طلبات استاذي فرنسا يطاس؟ وخصوصا زي نساء الجزائر ونساء تونس. نعم الفرنسيات خصوصا الفرنسيات على اثر النشاط الاخير الذي نظم باقليم الناظور تو غيوقع يجي تفاهمات الجمهور الناظوري، ما بغيت انا نستفهم من يوقع بالضبط. وقع يجي سوء تفاهم على حساب يجي النكسه خيبخت مؤخرا شهر واحد النكسه اللي يجي القفطان نورمال غاسي يجي مستعور كونتريسان مستعور طول نص متر هي 10 سنتيم. وفي العارضة رمي في عريض مش أحسن شعرها في جمهور نادر سيتي في العيش واحد عشاء في العرض اللي لأسباب خاصة واحد عشاء وشا وصيلة ما مش تمسع العارضة في عريض يسد قضى وقتاس وشا أحسن شعرها في جمهور نادر سيتي بلا يوقع سوء تفاهم وصيلة ما مش تمسع الخطأ اللي والتعابو الزايد مش تأكدة إلا ساور لي ليس متر وعشرين، يعني أخرى العريضة أتري تونس متر سوسون ديس أو متر سوسون كانز وهذا سي تسبو لقوضة قاعمية مش تأسى فاقص خصو تفاهمة. نعم ما جديد نوال؟ تحت غريشة الباسي سنة تحت خلي الديفيلي ان شاء الله يقال نهار 31 ماي هذه ريفي 4 ان شاء الله. ان شاء الله ما يعني مين غادي ندير الجمهور الناظوري ما دير احد يغزى النشاط منين؟ نتمنى ما كاينش زين هذا هذه ريفي زعما فخوره الطاس ما راح ضام مهني زعما نادوري شنو ان شاء الله. كلمه اخيره نوال بات تشكر الطاس نادور سيتي تكشي فرصه هي انا من مرمارا من ميتواغ سغديني اشعر حب من ميتواغ سغشعر في جمهور نادور سيتي جمهور نادا جمهور المغربي. شكرا نوال. شكرا.